تذكر الثورات في العراق أو في الشرق الأوسط إلا وتذكر ثورة العشرين، ونحن اليوم في الذكرى الرابعة بعد المئة لهذه الثورة العراقية الجامعة. الذكرى الرابعة بعد المئة لثورة العشرين احتفى بها مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام بعقد ندوة تناولت الثورة بأبعادها الاجتماعية والسياسية وأثرها على تاريخ العراق، وذلك في مدينة اسطنبول بمشاركة عدد من الباحثين. الدكتور محمد مظفر الأدهمي في ورقته البحثية سلط الضوء على أثر ثورة العشرين في بناء الهوية الوطنية وتأسيس الدولة العراقية. تمثل ثورة العشرين رمزاً مشرقاً في تاريخ العراق الحديث، لأنها قامت على أساس الوحدة الوطنية للعراق من خلال التفاعل الذي وقع بين بغداد والفرات الأوسط والأنبار وبقية أنحاء البلاد في شمالها وجنوبها للوقوف بوجه الاحتلال والانتداب البريطاني، فلم يكن للمذهبية والطائفية والعنصرية مكان فيها. وفي ورقته البحثية سلط مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري الضوء على مشاركة الضباط العراقيين في الثورة. مشاركة الضباط العراقيين الذين كانوا يخدمون في الجيش العثماني ثم في جيش الحكومة العربية في دمشق في عهد الأمير فيصل، مشاركة هؤلاء في ثورة العشرين وتوزعهم على جبهاتها المختلفة ومساعدتهم بثوارها بما يملكون من خبرة وممارسات، حيث كانت مشاركتهم في التحضير للثورة وإسهامهم المؤثر فيها دالة على انخراط العراقيين جميعا في الثورة. جزء من هم ضباط. الدكتور رافع الفلاحي في ورقته البحثية نبه على ضرورة نقل التاريخ بأمانة، ولا سيما في المرحلة الحرجة من تاريخ العراق. في قضية ثورة العشرين هناك حساسية كبيرة، المئة سنة اللي مضت 104 سنوات مضت على ثورة العشرين، الحقيقة ما زالت يعني قريبة، لذلك الحساسية فيها كثيرة للأسف. في الأحداث يعتمدون خاصة بعد 2003 الحقيقة، وهذا الأسف الشديد، يعتمدون على الاجتهاد ترجيح. الباحثون في الندوة أكدوا أن ثورة العشرين هي الملهمة لكل حراك عراقي ضد الظلم والفساد، ولا سيما في الوقت الحاضر من عمر العراق.